أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أعزائي طلبة الصف السادس الإعدادي أهلا وسهلا بكم والدرس الأخير بأسلوب الاستثناء بأفعال الاستثناء أعزائي الطلبة يعني احنا إذا تتذكرون أول حلقة يعني حتى كتبناها هم بال يعني بالحلقات انه حكاية الاستثناء. حكاية الاستثناء احنا هذه معنى كلمة حكاية اللي هي يعني قصة. لذلك احنا حكينا قصص بالاستثناء. فمنها قصة الا، الا هي نقدر نقول الشخص الكبير او الشخص صاحب الاموال ويريد يشغل عنده صناع. هذول الصناع منو عنده؟ عنده اسماء وعنده افعال. فمن أسماء الاستثناء عدنا غير وسوى وخذناه ومن أفعال الاستثناء عندنا عدا وخلا وحاشا لكن هذول من جو يردون يشتغلون يم إلا إلا عدة شروط بحيث يشتغلون يمه وكذلك عدنا الأسماء مع الأفعال أيضا عندهم بعض الطلبات كي يعملون مع هذا الشخص لذلك أنا هسه سويت لك يا على شكل فتح قصة بسيطة ارجو انه تركز وياي اعاده سريعه الى اسلوب الاستثناء بمعنى هيكليه بمعنى اركان اسلوب الاستثناء لاحظ عزيزي الطالب احنا عندنا اركان اسلوب الاستثناء بالاداه الا احفظوا يعني وايضا عندنا اركان اسلوب الاستثناء لكن بغير وسوى عندنا أركان أسلوب الاستثناء تكونت بإلا من المستثنى منه يعني المطروح منه يعني الشيء الكبير ورمزنا له بالرقم بالرياضيات عشرة طبعا بعد راح تجي علامة الطرح اللي هي الناقص بمعنى أداة الاستثناء يا هي استاذ اللي هي الا جيد بعد الأداة انتبه عزيز الطالب بعد الأداة مباشرة يجينا رقم ثلاثة بمعنى المطروح من الرقم عشرة إذا راح نسميه المستثنى هذه أركان جملة جملة الاستثناء لكن بيا أداة بإلا جيد من أجينا إلى غير وسوى اتغيرت بعض الحقائق عن اسلوب الاستثناء عن اركان جمله الا اللي هي ايضا احنا عندنا المستثنى منه يعني العدد الكبير الشيء الكبير لكن بعد اجانا غير وسوى او سوى ليمثلا اداه استثناء مع المستثنى ليمثلا أداة الاستثناء مع المستثنى وبعد غير وسوى تكلمنا قلنا رح يجي عندنا المضاف إليه إذا دائما غير وسوى تعربها لكن بالأخير تقول وهو مضاف اعتمادنا بغير وسوى في تحديد نوعية الاستثناء كي نحكم على الاستثناء من خلال ملاحظة المضاف إليه مع المستثنى منه بينما بأركان أسلوب الاستثناء بإلا بجملة الاستثناء بإلا لاحظنا المستثنى منه العدد الصغير نحدد جنسه مع المستثنى منه كي يعني نستذكر هل هو تام متصل أم تام منقطع هذه أركان جملة الاستثناء بإلا وأركان جملة الاستثناء بغير وسوى عزيز الطالب احنا اليوم عدنا أركان جملة الاستثناء بعدا وخلا وحاشا لاحظ عزيز الطالب احنا تكلمنا بالحلقات اللي قبل هذه الحلقة قلنا أركان الاستثناء كالآتي بصورة عامة الجملة الاستثنائية تتكون من تتكون من المستثنى منه زائدا عدنا أداة الاستثناء وبعدها يأتي المستثنى أداة الاستثناء قسمناها إلى ثلاثة أقسام منها ما كان حرف ومنها ما كان اسما ومنها ما كان فعلا عزيز الطالب أفعال الاستثناء اللي هي عدا وخلا وحاشا بعد ما عدا ما خلا ما حاشا جيد بينما حروف الاستثناء عدنا إلا وهي الشيء الكبير بها كلها بمعنى أنه أدوات الاستثناء بأكملها يجب يجب أن تعطي معنى إلا هسه راح أيضا نوضح هذه الفقرة بعد غير إلا عدنا أيضا عدا خلا حاشا رب سائل من عندكم راح يسأل يقول لي استاذ عدا وخلا وحاشا تكررت مع الحروف وتكررت مع الافعال، اذا اولا ما السبب؟ وكيف افرق؟ واشرح لي اياها. زين. قبل لا اجي اشرح عدا وخلا وحاشا او ما عدا وما خلا وما حاشا قاعده هذه ادوات الاستثناء باكملها يجب ان تعطي معنى الا بمعنى من اجي اخلي عدا اخلي يدي على عدا ارفعها امسحها واخلي الا بمكانها او غير او سوى او ما عدا وما خلا وحاشا احذفها واخلي بمكانها الا يجب ان يستقيم المعنى اذا ما استقام المعنى بمعنى انه هذه ليست بادوات استثناء اذا ما عندي جمله استثنائيه وضحت والدلاله انتبه عزيز الطالب على هذه الجمل السر يكتمه الاثنان بينهما وكل سر عدا الاثنين منتشر. هنا مرات يقول لك علل لا يمكن ان نعرب الاثنين مستثنى، او مرات يقول لك هل تلاحظ هنالك اسلوب استثناء معللا او قد يقول لك يعرب عدا. انت اول ما تجي تشوف عندك عدا او غير او سوى او ما عدا ما غير ما سوى عفوا ما خلا ما حاشا تحذفها تخلي بمكانها الا تعيد قراءه الجمله تشوفها هل كانت الجمله صحيحه؟ ان كانت صحيحه فهي تدل على استثناء بمعنى اداه استثناء وان لم تكن صحيحه فهي ليست بأداه استثناء وكل سر إلا الاثنين منتشروا، الجملة غير صحيحة، إذا هذه عدا ليست بأداة استثناء. بعد، خلا منك طرفي، شيل خلا خلي بمكانها إلا. إلا منك طرفي، الجملة صحيحة؟ كلا. إذا هذه ليست بأداة استثناء. نكمل. خلا منك طرفي وامتلأ خاطري إلا، أرد اقول ما اريد اقول خلا، إلا طلعة كانت حياة لأحلامي، من نقول إلا هنا راح يستقام المعنى، إذا هذه راح نقول عليها أداة استثناء، جيد وإذا خلا بعضهم إلى بعض، آية كريمة إلى آخره من الآية، شيل خلا خلي بمكانها إلا اقرأ الجملة وإذا إلا بعضهم الصير كلا مصر اذا راح نقول هذه خلا ليست باداه استثناء اذا اركان الاستثناء مستثنى منه اداه استثناء والمستثنى الاداه عندنا اكو حروف واكو اسماء واكو افعال اليوم احنا راح نتكلم عدا خلا حاشا وما عدا ما خلا ما حاشا بشرط انه ياتن او نقدر نقول يجن بمعنى الا يعني من أحذف وأخلي إلا بمكانهن يستقيم معنى الجملة لاحظ عزيز الطالب نجي هسه عندنا عدا وخلا وحاشا خلينا نعرفهن شنو ذني تقول لي استاذ هي الفاظ استثناء او تفيد الاستثناء شو وقت اذا جاءت بمعنى الا او استثني اعيد عداوة وخلا وحاشا عرف لي شو بالله تعال افهمهن هي الفاظ جيد استثناء او تفيد الاستثناء اذا جاءت بمعنى الا او كلمه استثني بهذه الحالة راح تدل على أدوات استثناء، ما إجدتي بمعنى إلا أو بمعنى استثني إذا لا تدل على الاستثناء، جيد هذه عدا وخلا وحاشا بها إعرابيا الإعراب الأول إذا إجدتك بهذه الصورة عدا خلا أو حاشا يعني لم تسبق بما المصدريه يعني ما كبالها ما بهاي الحاله اقول ما كبالها ما يعني مباشره ما تجي قبلها ما وعدنا الاعراب الاخر اذا قلنا ما عدا ما خلا ما حاشا هنا راح يصير عندي اعراب مغاير عدا وخلا وحاشا راح يكون بيهن إذا ما موجودة ما أقبالها فيها إعرابين ثلاثة بإعرابين الإعراب الأول تعرب حروف جر شعربهن حروف جر زين الكلمة اللي تجي بعدهن اللي هو المستثنى راح يكون زائداً المستثنى بمعنى آخر الكلمة بعدها راح شنو نعربها نقول اسم مجرور هذا الإعراب الأول الإعراب الثاني عندك عدا وخلا وحاشا راح نعربهن أفعال احفظوا يا بابا أفعال ماضية جامدة مبنيه علي على الفتحه المقدره زين والفاعل ضمير مستتر تقديره هو جيد نعيدها ان نعربهن افعال ماضيه جامده شنو استاذ معنى؟ جامدة بمعنى ما نقدر نطلع من عدها نقدر نقول اسم بمعنى آخر انطيني اطيني الآن مثل مصدر أو بمعنى اسمهن أو بمعنى آخر انطيني فعل مضارع عدا مو تقول لي يعدوا لا عدا ما بيها لذلك هي أفعال ماضية جامدة جامدة بمعنى لا تشتق يعني استاذ شنو اعطيني بعد فذ امثله مثلا عندنا ليس ليس من الافعال الماضيه صح والجامده تقدر تعطيني الفعل المضارع مالتها تقدر تشتقلي من عندها اسم كلا لكن من نقول ذهب ذهب هذا فعل مشتق نقدر نشتق من عنده نقدر نشتق من عنده مصدر ونقدر نشتق من عنده أيضا فعل مضارع فعل أمر إلى آخره لذلك أكو فرق بين الكلمات المشتقة والكلمات الجامدة هذه من الكلمات الجامدة مبنية عليما مبنية على الفتحة المقدرة الفاعل هذا أني الآن إذا يرد شنو فاعل الفاعل ضمير مستتر تقديره هو زين الكلمة اللي تجي بعدها نقول زائدا الكلمة بعدها شرح راح نعربها؟ مفعول به طبعا منصوب. شرح راح نعربها؟ مفعول به منصوب. نعيد عدا خلا حاشا تعرب إذا ماكو قبالها ما نقول حروف جر حروف جر والكلمة اللي تجي بعدها نقول اسم مجرور جيد أو عدا وخلا وحاشا نعربهن أفعال ماضية جامدة مبنية على الفتحة المقدرة جيد والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والكلمه اللي تجي بعد عدا وخلا وحاشا هذه الكلمه سواء كانت ضمير او سواء كانت اسم راح تعرب مفعول به منصوب راح اعربها مفعول به منصوب سواء كانت ضمير او سواء كانت اسم جيد ما نوع الاستثناء هنا عزيز الطالب إذا تستذكروا وياي إلا إذا لقينا بالأداة بمعنى المستثنى إذا لقينا به إعرابيا وراح نقول بنفس اللحظة راح نقول عليه جائز النصب جائز إن نطيف هذا لون مغاير راح نعرب طبعا أو نوع الاستثناء نوع الاستثناء بها راح يكون جائز النصب أو اسم مجرور يعني الكلمه اللي تجي بعدها. لاحظ عزيز الطالب الان نجم طبق هذا الكلام اللي الان كتبناه كقواعد كاعرابات على هذه الامثله. عاد المسافرون عدا زيد، نبدي بمثال بسيط. عدا زيد، اين تجد اسم اين تجد اداه الاستثناء؟ راح تقول الجواب عدا. حدد اعرابه. أو حدد المستثنى منه ومرات يقول لك مو حدد المستثنى منه وإنما يقول لك ما العلامات المحتملة في زيد أو اضبط حركة زيد أو حركة ما تحته خط أنت بهاي الحالة لازم تعرب لي عدا إعرابين الإعراب الأول بما أنه ماكو عندك ما إقبالها ما ما موجودة إذا راح تعرب لي عدا حروف جر اذا زيد ايش راح يكون اذا حروف جر؟ اسم مجرور جيد او تعرب لي عدا افعال او فعل ماضي جامد مبني على الفتحه المقدره هذه باكملها بعد بين قوسين ايش تقول؟ فعل افاد الاستثناء والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وزيد بهاي الحالة إذا عربت فعل ماضي عربت عدا فزيد راح يكون مفعول به منصوب إذا زيد راح بي علامتين زيدا على أساس أنه مفعول به وزيد على أساس أنه اسم مجرور نروح للنقطة الثانية خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالي شعبة من عياك لاحظ عزيز الطالب عدنا خلا خلا شرح نعربها بهاي الحالة نقول فعل ماضي جامد مبني على الفتحة المقدرة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو لفظ الجلالة الله راح يكون عندك مفعول به منصوب إذا بهاي الحالة هذا الإعراب الأول أستاذ ها هي وكافي لا لازم تطل الإعراب الثاني لأن على أساس ماكو إجا قبالها ما لذلك ايش راح نقول لك؟ نقول لك الطين الإعراب الثاني راح تقول لي حرف جر ولفظ الجلالة الله اسم مجرور ما نوع الاستثناء جائز النصب أو احنا قبل كنا نقول أو الاتباع على البدلية هنا لا أو ايش راح تقول أو اسم مجرور لو جائز النصب لو اسم مجرور بمعنى انه راح يكون هذه جائز او بمعنى اخر يكون اسم مجرور اذا المستثنى منه اللي يجي بعده عدا وخلا وحاشا اذا هن راح يكونن ادوات استثناء النقطه الثالثه دعونا وما يبقى اذا فنيتم فوالله ما شيء خل الحب باقيه لاحظ عزيز الطالب هذه الاداه من تجي تخلي الا بمكانها ما شيء الا الحب باقيه اذا الجمله صحيحه 100% اذا شوف خطوات الحل اولا نتحددها هل هي اداه استثناء اداه استثناء نعم اذا بهاي الحاله راح تعرب لي اياها كالاتي طبعا سواء قال لك اعرب او سواء قال لك ما نوع الاستثناء او يعني اكو مجموعه من الانماط الوزاريه هسه راح من بعد ما ناخذ الاعراب الثاني راح نجي نعيدهن بسؤال مغاير الان اعرب لي خلا تقول لي استاذ هذه بها وجهين من الاعراب الاول بما والسبب طبعا ليش لانها غير مسبوقه بماء المصدريه لذلك راح نعربها الاعراب الاول على اساس انها حروف جر اذا الاسم بعدها ايش راح يكون اسم مجرور هذه واحد اثنين راح نعربها افعال ما او فعل ماضي جامد مبني على الفتحه المقدره والفاعل ضمير لازم تذكر والفاعل ضمير مستتر تقديره هو قبل لا تبدي بالفاعل تخلي بين قوسين فعل افاد الاستثناء فعل افاد الاستثناء او اداه افادت الاستثناء طبعا الان انت عربتها من ناحيه الافعال اذا الحب ايش راح نعربه؟ مفعول به منصوب هذا الإعراب الأول الإعراب الثاني إذا أجدتك ما أمام عدا أو خلا أو حاشا بهاي الحالة راح يكون بها وجه إعرابي واحد سواء كأدوات أو اللي يجي بعدها فقط وجه إعرابي واحد اللي هو راح نعرب طبعا ما نقول عليها عفوا مصدرية وخلص نجي إلى عدا أو خلا أو حاشا إذا إجني بعدها شو راح نعربها نقول أفعال ماضية جامدة مبنية على الفتح يا فتح المقدرة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو الكلمة اللي تجي بعدها نقول زائدا الكلمة اللي تجي بعدها سواء كانت ضميرا أو سواء كانت اسما راح نعربها مفعول به منصوب. بهاي الحالة إذا اكوما ما نوع الاستثناء واجب النصب. ما نوع الاستثناء واجب النصب. ما موجودة ما جائز النصب لان راح يصير بيها اعرابيا اذا هنا انا ارد اسالك في سنه من السنوات اجى سؤال طبعا احنا ليش نقول دائما نتعلم ثقافه الاسئله الوزاريه سواء وزاري او سواء نقدر نقول الاسئله انماط الاسئله يعني نفكر بالسؤال نصف الجواب على فهمك لمنطوق السؤال لذلك وضعنا الاستفهام بمعنى وضعنا الاسئله في منهج السادس سعداني السؤال اللي اجاهم في سنه من السنوات متى تتاكد فعليه عدا وخلاء وحاشه صاحت جاوبه تقول عندما تسبق بما المصدريه نعيد متى تتاكد فعليه عدا وخلاء وحاشه بمعنى شنو تتاكد يعني تكون فقط فعل يعني نقويها لان يعني التوكيد هو شنو ازاله الشك والغموض اذا راح نقوي معنا فقط الافعال اذا متى راح نقول اذا كانت عدا وخلا وحاشا مسبوقه بما المصدريه جاي. نجي نجح الطلاب ما عدا المهمل فمرات يسالك على نوع الاستثناء مرات يسالك اعرب ما عدا واجعلها تعرب بوجهين ومرات يقول لك اجعل مره شوف السؤال مره يكون على النوع ومره يكون السؤال فقط على اداه الاستثناء ومره يكون السؤال على المستثنى يقول لك اجعله يعرب بحركتين مغايرتين احنا نجي بكل الاحوال خل نستفهمها وبعدين شريد يعطيني من الانواع قلت لك هو اهم شيء تفهم منطوق السؤال اعرب لي ما طبعا قبل لا نجي نعرب خلينا نشوف هل هي اداه استثناء احذف ما عدا خلي بمكانها الا نجح الطلاب الا المهمل اذا الجمله صحيحه لذلك راح نقول ما عدا اداه استثناء نجي نعرب ما مصدريه عدا فعل ماضي جامد مبني على الفتح المقدر بين قوسين انت عربته فعل تقول له فعل افاد الاستثناء او اداه استثناء والفاعل ضمير مستتر تقديره هو المهمل مفعول به منصوب جيد اذا سالك قال لك اجعل لي عدا تعرب بوجهين بهاي الحاله ما يعني لا تدوخ نفسك فقط تحذف ما من تحذف ما راح يتغير إعراب عدا إلى إعرابيا كحروف وكأفعال والمهمل كذلك راح يصير بعلامتين نصب وجر جيد رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا وأيضا عندنا وفي كل نفس ما خلاه خلي هذه بعدين نجل هذه ما حاشا قريشا أيضا ما مصدرية حاشا راح نقول تعرب فقط فعل ماضي جامد مبني على الفتح المقدر والفاعل ضمير مستتر تقديره هو طبعا ونخلي بين قوسين فعل افاد الاستثناء او اداه افادت الاستثناء وقريشا مفعول به منصوب قلت لك المفعول به يحتمل ان يكون اما اسما واما ضمير الان تعال ما خلا هو ما مصدريه خلا فعل ماضي جامد مبني على الفتحة المقدرة بين قوسين فعل أفاد الاستثناء أو أداة أفادت الاستثناء والفاعل ضمير مستتر تقديره هو الها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به نعيد ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به ما نوع الاستثناء واجب النصب لأن باعراب واحد وكذلك طبعا في ما عدا الآن عزيز الطالب عندي هذا السؤال هذا السؤال وزاري الآن أقدر أقول لك كملت الاستثناء وياك كل ما بس عندنا هنا شوية في الفكرة وهذه الفكرة أرجو أنه من عندك تركز بنمط السؤال إذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والدراسة طبعا هذا السؤال وزاري طبعا هذه البيت الثاني البيت الأول هو هذا السر يكتمه الاثنان بينهما وكل سر عدا الاثنين منتشر إذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده هو البراسة يقول يعتذر إعراب الجبان مستثنى علل بين السبب اعطي دليلا علمي ناقش وضح عزيزي الطالب قاعد يقول لك الجبان ما يصير أعربه ما يصير أطلق عليها لفظة مستثنى ما السبب راح تباوع عقباله أكو أداة نعم لكن قبل كل شيء يجب عليك أن تحذف ما خلا وتضع بدلها إلا إذا إلا الجبان بأرض ترهم مو صحيحة إذا هذه تقل الجواب لأنها لم تسبق بأداة استثناء وهذا جوابك على هذا السؤال عزيز الطالب الآن إحنا خلصنا أدوات الاستثناء وصلنا وياكم الى فذ نقدر نقول فذ ملاحظه جدا مهمه بالاستثناء اللي هي الاستبدال نروح الى موضوع عزيز الطالب اسمه الاستبدال الادوات يا ادوات ادوات الاستثناء سواء كانت اسماء احتمال يجيب لك سؤال ان كانت اسم يعني غير او سوى بدل اياها ب الا يحددك ومرات ما يحددك يقول لك بدل اداه الاستثناء باخرى مغايره احنا نشوف هذه اخرى مغايره على اي اساس يعني شنو اللي قصده زين من اللي تتبدل ممكن ان نبدلها بمكان منو شنو الملاحظات شنو التغيير اللي صار راح تقول لي زين استاذ هن مو قلت لي انت هن كلهن ادوات استثناء بمعنى كلهن ناقص نعم لكن اكو فقره عندنا انه اركان الاستثناء بإلا تختلف عن غيره سوى وتختلف عن عدا وخلا وحاشا لذلك راح نخلي قواعد مهمه هذني تحفظهن وتفهمهن عزيز الطالب القاعده الاولى اذا عندك بالجمله الا إلا يجب بعدها ممكن حرف الجر فإذا طلب من عندك استبدل إلا باسم استثناء مناسب بهاي الحالة يعني راح تستبدل لو بغير وإما بسوى تلاحظ إذا جاء بعد إلا حرف جر هذا حرف الجر من تجيب لي غيره سوى تشيله تخليه امامهم ليش لان حرف الجر يجر الاسم وهن اسماء استثناء لذلك سيكونان مجروران لذلك سيكون الاستثناء فيهما مفرغ قاعده اذا عندك غير او سوى وسبقت بحرف جر نقول عليه الاستثناء نوعه مفرغ لاحظ عزيزي الطالب زين اذا عندك غير سوى او قال لك بدل لي اياها بحرف الاستثناء الا وقبال غير سوى عندك حرف جر تشيل حرف الجر خلي امام من امام اداه الاستثناء الا يعني عفوا بعدها لا ينزل النصر الا في مواطننا والنصر الى اخره طبعا من البيت الشعري السؤال يقول استبدل الأداة باسم استثناء مناسب قال لك الأداة وبعدها باسم استثناء مناسب الأداة يا هي إلا جيد بهاي الحالة تجي تباوع عزيز الطالب شنو اللي إجا بعدها أكو حرف جر نعم تجيب لي حرف الجر تقول لي استاذ لا ينزل النصر تجيب الان في خلي امامه في تجيب لي الان اسم الاستثناء اللي هو اما غير او سوى غير مواطننا وتكمل لا ينزل النصر في غير مواطننا او في سوى مواطننا الآن هذه إذا طلب من عندك استبدالها نجي أرضنا لن تزدهي إلا بسوانا راح تقول لي زين استاذ شو هاي إلا هو بسوانا تعال شوف السؤال يقول لك استبدل الأداة الاستثناء بحرف استثناء مناسب يا هو إذا حرف الاستثناء إذا أنا عندي است... سوانا إذا راح أستبدلها بيمن استبدلها ب اذا اعيد نفس الجمله ارضنا لن تزدهي الا اكملها هذه لقيت باء زين انا الان طبعا عفوا هنا الا محذوفه ارضنا لن تزدهي لن تزدهي بسوانا لذلك راح نقول ارضنا لن تزدهي الا ب شنو المتصل بها ضمير الا بنا اذا شنو اللي سويته شلت حرف الجر خليته امام الا عفوا يعني بعد الا اذا القاعده تقول اذا عندك غير وسوى فحرف الجر يكون امامهما واذا عندك الا فحرف الجر يكون بعدهما هذه ارجو انه تحفظها لاحظ عزيز الطالب الآن بهذه الجملة لا نتوكل على سواه الآن من أجي أقول لك استبدل استبدل سوى بمن بإلا بهاي الحالة شيل حرف الجر تخليه بعد إلا بمعنى راح نقول لا نتوكل نذكر إلا هاني عندي على أجيب لها الصير إلا عليه لا نتوكل إلا عليه لذلك قاعدتنا تقول شكو حرف جر من يجي بعدها اسم اسم استثناء غير أو سوى من استبدلها استبدل غير أو سوى حرف الجر تجيبه بعد إلا والعكس صحيح هذا سؤال وزاري ولا ترى في غير الصبر منقصةً إلى آخره طبعاً من البيت الشعري يقول استبدل غيره بالا انتبه عزيزي الطالب استبدل غيره بالا لا تشتبه الآن قاعد يقول ولا ترى في يعني بي آني إذا هذه ليس بحرف الجر بمعنى آخر هذا كله راح يكون عندك شبه جملة يعني استاذ شنو شبه الجمله؟ شوف عزيزي الطالب هذه الان شده وشوف الى النطق في يه. هاي منين متكونه؟ متكونه من في زائدا الياء. هذه ضمير مع حرف جر كون عندك شبه جمله. اذا احنا قاعدتنا تقول يجب ان ياتي حرف الجر يتصل مباشره بغير سوى. إذا هذا ما اتصل مباشرة وإنما اتصل بضمير، إذا ما لك علاقة هذه هنا ما تبدل قبل تجي تقول لا ترى فيّ إلا الصبر من قصة هذه طبعا هنا أراد أن يشبه الطلاب، هذه القاعدة الأولى، نتحول إلى القاعدة الثانية عزيزي الطالب إذا أجدتك إلا وبعد إلا المستثنى ممكن أن يكون مصدرا مؤولا من إن والاسم مع الخبر أو إن مع أفعاله بمعنى إذا أجا بعد إلا إن أو أن وقلت لك استبدل استبدل لي إلا بمن؟ بغير أو سوى ما تخ يعني الجمله ابد ما تلعب بها بس الا تحذفها وتخلي غيره سوء وان اذا أجدت بعدها او ان تبقى كما هي عدم التغيير في الجمله اي شيء فتى كملت اخلاقه غير انه لاحظ عزيز الطالب عندك غير بدلها بالا لا تجيب ولا تودي فقط تقول إلا إنه وتكمل لا عيب فيه سوى إني قصدته فإنثى إلى آخره استبدل لي سوى بأداة مناسبة راح تقول لي إلا إني وتكمل هذه أرجو أن تكون واضحة سهلة إن شاء الله الملاحظة الثالثة قبل لا ابدي بالملاحظه الثالثه عزيزي الطالب انتبه على هذه يعني نقدر نقول مهمه جدا. هذه نسميها ضمائر الرفع المنفصله، شوف رفع منفصله. وهذه عندك ضمائر نصب المنفصله. انت، انت، انا، انتما، انتم، انتن. هو هي هم هما هن نحن ذني ضمائر رفع جيد ضمائر النصب المنفصلة إياك إياكي إياكما إياكم إياكن إياه إياها إياهم إياهن إياي إلى آخر إذا نقول عليهم ذني ألبو إياي جيد هذا استاذ شنو عزيز الطالب إحنا عندنا أنواع الاستثناء بإلا أو بسوى وغير، له واجب، له جائز وإما يكون مفرغ، جيد. إذا كان واجب النصب، يعني إذا أنت عندك سوى، بمعنى إذا عندك أسماء الاستثناء وقلت لك بدلها بإلا. أسماء الاستثناء ممكن أن يتبع يتصل بها ضمير، يتصل بها ضمير. من ارد استبدلها الا ما يصير يتصل بها ضمير. اذا لازم الضمير احوله الى منفصل. الضمير احوله الى منفصل، جيد. عندك لازم غير وسوى تحدد اعرابها بمعنى تحدد نوعها ان كانت واجبه النصب بمعنى نوعها ونوعها استثناء تام متصل مثبت أو تام منقطع بهاي الحالة راح وبها ضمير متصل بهاي الحالة من تبدلها بإلا تجيب لي من جماعة إيا وتلاحظ هل فيها ها كاف شنو بيها من ضمير متصل الضيفة على إيا جيد إذا كان جائز النصب أو الاتباع على البدلية بمعنى تكون مرفوعة مرة ومعنى آخر تكون منصوبة مرة أخرى في حالة النصب أيضا أجيب إياه وأشوف شنو الضمير المتصل بها أنزله على إياه وأخلي قبالها إلا هاي في حالة جائز النصب، زين إذا بدل وكانت مرفوعة أجي أخلي إلا وأشوف هذا الرفع بأنت أنت أنا شلون أستاذ؟ يعني عندنا الآن سواكم من أمه أنتم في حالة الرفع أنتم وفي حالة النصب تجيب إياه شنو المتصل بها من ضمير؟ صارت إياكم بعد عندك غير غير من؟ غيره هو. هو من هو اذا من في حاله الرفع اقول هو في حاله عفوا في حاله الرفع نعم اقول هو لكن في حاله النصب في حاله النصب راح شو نقول نقول اياه غيره يعني اياه يا او اياه هو جيد انتبه عزيز الطالب الى هذه الجمل عاد المسافرون سواه أول خطوة أحدد عزيز الطالب حدد نوع الاستثناء شنو نوع الاستثناء أولا أجي أباوع المستثنى منه موجود ومتصل بها ضمير إذا نفس الجنس مستثنى منه موجود نفس جنس المستثنى من هو والجملة مثبتة ماكو اداة نفي، اذا نوعه تام متصل مثبت. هذه الخطوة الأولى، الخطوة باء. هذه الخطوة الأولى، الخطوة باء قبل لا تستبدل. اعرب لي. الآن أنت حددت انطيني الإعراب، مو إلا الإعراب، انطيني حكمه. حكم من؟ حكم الاستثناء. واجب. جيد. واجب النصب اذا راح استخدم اياه فش راح اقول من استبدل سوى بإلا اقول عادة المسافرون إلا إياه هو اكتب إياه واشوف شنو متصل بيها من ضمير اخلي ويا إياه ما فاز غيرك الآن نجي حدد نوع الاستثناء احذف غير ما فاز وتسكت الجملة غير تامة المعنى إذا راح تقول لي الاستثناء فارغ هسه تجي إذا فارغ اعرب لي غير من أقول لك اعرب لي غير الآن هنا ايش راح تقول فاز فعل منو الفاز احذفها احذفها عزيزي طالب احذف لي غير اذا ما تعرف احذفها خلي بمكانها هو او خلي بمكانها احد فاز احد اعرب لي احد فاعل والفاعل مرفوع اذا هنا راح تحذف الكاف ما احتاجه اذا راح احول على من على ضمائر الرفع المنفصلة على اساس انه غير مفرغة فتعرف فاعل مرفوع اذا راح اقول ما فاز الا زين الان يا ضمير اريد ضمير رفع رفع منفصل مو متصل الا انت جيد كان لم يمت حي سواك اجابو ما نوع الاستثناء الحي مع الكاف نفس الجنس إذا متصل لكن المشكله عندي شنو أه بهذه الحالة منفي، إذا راح نقول لي نوع الاستثناء تام متصل منفي، إذا حكمه جائز النصب أو الاتباع على البدلية الآن استبدل، أجي في حالة الجائز النصب راح تقول لي كإن لم يمت حي إلا إياه شنو المتصل بسوا كاف إلا إياك هذه في حالة جائز النصب زين في حالة البدل في حالة البدل راح نخلي إلا جيد نجي نعرب سوا بهاي الحالة سوا راح تكون مجرورة يا عفوا راح تكون مرفوعة إذا ايش راح نخلي نخلي ببدا بمكانها انت تصير كان لم يمت حي الا انت هذه عزيز الطالب من ناحيه الاستبدال هذه القاعده الثالثه واقدر اقول لك خلصت يعني عندك المشاكل اذا لقيت بعد الا حرف جر وتبدلها بغير وسوى حرف الجر تحوله تخليه امام غير وسوى اذا لا لقيت ان وان سواء بإلا أو بغير سوء ما تستبدل ولا تلعب به جيد إذا عندك غير سواء واتصل بها ضمير من أبدلها بإلا أحول الضمير المتصل إلى منفصل مع مراعاة أن الضمائر هل يعني نوع الاستثناء هل هو المستثنى منه عفوا المستثنى راح يكون مرفوع يعني إن كان جائز النصب أو الاتباع على البدلية لأن هو بس هاي المشكلة عندنا أو إن كان مفرغاً فلازم تعرف ضمائر الرفع المنفصله او ضمائر النصب المنفصله طبعا عندي اخر سؤال وهو سؤال يعني راح نقول بالقاعده الرابعه اذا قال لك استبدل بفعل الان كل المصيبات قد تمر على الفتاه وتهون غير شماته الاعداء استبدل غير بالا مره وبفعل استثناء مره بهاي الحاله راح نقول نجيب غير كل شيء ما تسوي عزيز الطالب اكو قبالها اكو قبالها حرف جار كلا، اكو بعدها ضمير كلا، اذا تقول لي الا شماتة الاعداء، لكن اريد الحركه تخلي لي اياها على شماته وتهون شنو اللي تهون؟ غير اذا اريدك تعرب لي غير. بهاي الحاله راح تقول لي استاذ شماتة تل أعدائي راح تجرها إذا هذه إذا بدلتها بمن؟ بدلتها بإلا إذا قال لك استبدلها بفعل استثناء مرة أخرى تجيب لي عدا شماتة أو عدا شماتة ما السبب؟ لان عدا اذا ما كقبالها ما المصدريه راح يصير بها وجهين اعرابيين اما تقول انه افعال واللي يجي بعدها المستثنى يكون مفعول به منصوب او حرف جر وال بعدها راح يكون اسم مجرور اعزائي الطلبه هذه الحلقه الاخيره من آه الاستثناء وحكايته واسلوبه الحمد لله والشكر انه قدرت اكمله في هذا الوقت طبعا عندنا نصيحة بسيطة لطلابنا أرجوكم أعزائي الطلبة أنه من تجي تريد تقرأ القواعد أن ألاحظ بعض الجروبات يعني على التليجرام أو على الأنستا إلى آخره من مواقع التواصل ده نشوفكم يعني بالأخص في أسلوب الاستثناء ما قاعد تحدد النوع بالصورة الصحيحة عزيزي الطالب احنا عندنا نوع الاستثناء يحدد من خلال امرين جهازين مختبرين وعدنا قلنا بعض الملاحظات اذا لقينا هذه الكلمات نوع الاستثناء يكون بها تام هسه بعد تام متصل او تام منقطع هذه يمك زين والمفرغ ايضا انطيناكم ملاحظات لمعرفته وملاحظات لاعرابه. يعني ما خليناك تعتمد على نفسك وانما ردنا فقط الان انه تدون المحاضره تعيدها مره ثانيه بقرايه وبعدين تعيدها تستمع لها خاف من عندك معلومه وطبق اللي انت سمعته على محاضراتك المتواجده في ملازمكم لاي استاذ اللي عندك. نتمنى لكم كل التوفيق. نلتقيكم ب حلقة وبدرس آخر وإلى ذلك الحين نستودعكم الله.